كيس خلطة المفروم من كنور هيزود لك 50% في الحجم و100% حلاوة وطعم وب100% أعشاب طبيعية. هجيب عندي كيس الخلطة وأضيف عليه 200 ملي مية وأسيبها 10 دقايق تبدأ تتنقع شوية، وبعد كده هبدأ أخلطها مع لحم مفرومة هتزود لك كمية 50%، يعني نص كيلو لحم مفرومة بقى 750 جرام من خلطة المفروم بالأعشاب الطبيعية، يعني هيخلي الأكل هنية وبجد تكفي مية.